السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهاتنا سواء دروس الخياطة أو إعادة التدوير. فالفيديو اللي قبل هذا كنت قلت لكم طريقة التثبيت أو تركاب ليزيست خاص في القماش، وجربنا في الزجاج وفي البلاستيك وكذا. فخدمت لكم بهذه الآلة، نقولوا أننا كنقولوا البيستولي خاص بتثبيت الأحجار. هذا خاص بتثبيت الأحجار، ليزيست خاص في اللباس، خصوصا لباس المناسبات واللباس التقليدي وكذا. وقلت لكم بأنه وأنا كنستعد لتسجيل هذاك الفيديو، فخطر في بالي واحد الفكرة وجربتها وكانت ناجحة 100%، وكنت فرحانة بها لدرجة أنني مباشرة بعد الفيديو أنا كنسجل لكم الفيديو الثاني. الفكرة اشنا هي؟ انا يا مكنديرش فقط دروس الخياطة، كنديرو دروس الخياطة وكندير اعادة تدوير. فانا كنت مشيت عند دروغري او محل ديال العقاقير، وكنت بصيتو على واحد الالة. طبعا ماشي بحال هذه، واحد الالة اللي كبيرة وكذا. هاد الالة معرفش شنو سميتها، واش كاوية ولا شنو. قلت له بانني كندير اعادة تدوير. انا غنعطيكم مثال. مثلا انا عندي قنينة بغيت ندير لها اعادة تدوير، فانا محتاجه نقطعها مثلا، ومحتاجه نعمل لها ثقوب اللي يكونوا متساويين وبحجم متساوي. فانا يمكنش ليا ناخذ قطعه حديديه ونحطها فوق النار ونبقى نثقب بها، فما غاديش تعطيني الشكل اللي بغيت، وما غاديش تعطيني النتيجه اللي بغيت، وغادي تكون مضره لانه كاين نار. يعني لما غادي نحط داك فوق النار وتسخن لواحد الدرجه ونحرق به ونعاود، فغادي يكون دخان ونار، وطبعا هذا ماشي صحي. كنت وصلت على واحد الاطاري. قلت لكم بانني قبل قليل اكتشفت واحد الميزه مميزه انني غادي نشتغل بها بهذه، وغادي نستغنى على هذيك الاله او الاطاري اللي كنت غادي نشري. فقبل ما نصور لكم الفيديو السابق، كنت اختاريت الاحجام اللي بغيت وجربت، اختاريت الاحجام اللي بغيت سواء هذه اللي مسطحه سواء هذه اللي مفتوحه، وانا نفضل هذه اللي مفتوحه. هذا البلاستيك ما قاصحش بزاف، انا مشيت جربت في واحد البلاستيك اللي اقوى. طبعا هذه صالحه في البلاستيك ماشي في الحديد، ما جربتش في الحديد. هذا البلاستيك اقوى وامتن وقاصح بزاف بمقارنه مع هذه. هذا ديال الدواء، وطبعا ديال الدواء ما تيكونش بحال هادو. جربت انني نحصل على ثقوب، كانت النتيجه الاحجام اللي عندي ديال هاد العيبات. فانا غادي نجربها قدامكم. انا عندي هاد الحجم العادي اللي خدمت به الاحجار، غادي نخدم به عادي قدامكم. ولكن قبل ما نخدم غادي ندور الكاميرا باش يكون التصوير واضح اكثر ونفيدكم اكثر. قبل ما نبدا نقول لكم، مثلا لنفرض انا عندي هاد القاروره ديال الشوكولا مثلا وانتهت، فحبيت انني نعمل فيها مثلا نحطها في الدوش، نعمل فيها واحد سائل صابون لغسل الايادي، فانا محتاجه نعملها هنايا واحد الثقب باش ندخل هذيك السبراي اللي منها ناخذ الصابون. فانا غنحتاج نعمل ثقب، داك الثقب باش انا غنديرو بالحجم اللي بغيت. فبهاد الاطاري غنقدروا نحصلوا على النتيجه اللي بغينا. نبداو على بركه الله. شفت انها تحفه، وكانت عندي 8 سنين وعاد اكتشفتها. فشوفوا معايا، شفتوا؟ لنفرض انني هاد القطعه البلاستيكيه حبيت انني نعمل فيها كامله ثقاب الغرض، ما يعني خصوصا في اعاده التدوير غادي تشوفوا في الفيديوهات القادمه. فانا غادي نختار الحجم اللي حبيت، كيف قلت لكم سواء مسطح سواء هاد المفتوح، ونفضل هاد المفتوح لانه غادي يعاوننا على انها تثقب بسرعه. فبعد ما تيسخن يوصل درجه الحراره مزيانه، فكنشوف ان فين بغيت نحط الثقب، كنجيبو هكذا وكنحطو وكنضغط، وبسرعة كيدوب. شوفوا معايا، شفتوها قدامكم؟ فنعود وحدة أخرى، نعود وحدة ثانية. شفتو أنا حطيت، وبما أنه سخون فما هي إلا لحظات، ثواني، ها أنا حصلت على الثقب. شفتو
صراحه تحفه 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 تحفه. هذه غادي تفيدكم بزاف، وما بقيتش غادي نشري هذيك الاله اللي كنت حابه انني نشريها، فانا استغنيت عليها وسعيده جدا بهذا. هذه الطريقه تقدروا تستعملوها ماشي فقط في بهذا البيستولي، تقدروا تستعملوها بهذا مسدس الشمع، بشرط انه يكون فارغ، يكون فارغ من هذيك الكوله ديالو او الشمع، تقدروا حتى هو تقبوا به. طبعا هذاك غادي يكون عندكم حجم واحد بمقارنه مع هذه. فحال تحبين نفينيوها مزيان، فيكفي انك غادي تجيبي مثلا مقص او هذا، وغادي تبداي تدوري هكا. فهكا انايا غنقدر غادي نفينيها، شفتوا؟ وغادي نحصل على الدوائر اللي بغيت. انا غادي نغير ندير اكبر حجم. قبل ما نعمل لكم الحجم الاكبر، فغادي نوريكم واحد الحاجه لما تخدمي بها. طبعا ما غاديش نخلي فيها الكوله مباشره وهي سخونه، غادي ناخذ قطعه قماش وغادي ننظفها. كتنظف مزيان، عندك تستعملي قطعه قماش، وكذلك تستعني بابره او فنيته. انا غادي بابره باش انك تخلصي من داكشي اللي كيكون زوائد. ما تخليش البلاستيك، باش هاد البلاستيك لما تحبي تخدمي بها لي زيستراس ما يلصقش لك في القماش. شرط انك تنظفيها وهي سخونه، وانتبهي لا تحرقي، يكفي انك تنتوب على اثنان. غادي نحيد هذه، واخا هي سخونه وفي الضو ماشي مشكل، غنحيد هاد القطعه وغنجرب الحجم الاكبر. غنجرب الحجم الاكبر، واخا هي في الكهرباء كيف قلت ماشي مشكل، غنجرب الحجم الاكبر. غنتسنى عليه شويه واحد الوقت يسخن، طبعا هو ما كيتعطلش بزاف، وغادي نجربو نتقبو. هذه هذه اللي نفرض اننا محتاجين نتقبوها لغرض ما. فعندي هاد القنينه ديال النوتيلا ديال الشوكولاته كيف كتعرفوا، فانا يا محتاجه نعمل لها ثقب في الوسط. هذا الشيء غادي تشوفوه معايا بزاف في الديكو، سواء محتاجه انني نعمل لها هذيك اللعيبه ديال السبراي باش انني نستغلها الصابون في المطبخ، سواء فقط للديكور، لان الا كنت حابه نحط شي حاجه واحد الديكور باش انني نهز القفاله، ماشي فقط في هذه، في كاع القنينات وهادو ديال ملي نفرض انني حابه نعمل شي واحد ديكور هنا وندير له الفيس هنا باش نسدو، فانا غادي نحتاج نثقبو هاد الاباراي. الناس اللي ما عندهمش هادي وحابين انهم يثقبو، فيقدروا يستعملوا طريقه اخرى، ياخذوا شي قطعه ديال الحد تكون حديديه تكون شكلها دائري هكا، ويحطوها فوق النار حتى تسخن مزيان اعلى درجه من الحراره، ومباشره يحطوها هكا ويحاولوا يثقبوا بها. فانا ما كنصحش عليها قبل الرائحه ديال الدخان والنار والبلاستيك وكذا، فهذه ما كتعطيش داك الدخان، يعني حتى لو كانت رائحه فهي ما كتكونش رائحه قويه بزاف. الا كنا غنسخنوا قطعه حديديه عاديه واننا نشتغلوا بها، فاكيد غادي تكون الريحه مجهده وغيكون الدخان، والناس اللي عندهم حساسيه صعيب عليهم. فقلت هنايا خديت الحجم اكبر، لنفرض انني عندي هاد القنينه وحابه نحولها للسبراي او نستغلها ندير فيها مثلا صابون الغسل اليدين نحطه في الحمام مثلا، محتاجه انني نعمل لها هذيك العبه اللي كتسكب لي صابون، او انني حابه فقط للديكور وحابه نثقبها باش ندخل فيها شي حاجه ونفكسيها. فانا يا هنا اختاريت هذا الحجم الاكبر كيف كتشوفوا، هذا الحجم الاكبر سنيت عليه يسخن، وغادي نحطه في البلاصه فين انا حابه، نحطو هكا ونضغط باش شفتو السرعه، شفتو السرعه باش تقبعت. يكفي انني كيف ما قلت في الاول، يكفي انني ننظفها وهي سخونه قبل ما تبرد، باش لما نحب نستعملها استعمالات اخرين ما يكونش عندي الكولا صافي. يكفي انني نظفها وهي سخونه، وهنا حصلت على داكشي اللي حبيت.
نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. مهم جربت معكم هذه، مد لكم تقب بها هنا، جربت معكم القطعة الأولى اللي شفتوها عملت فيها الأحجام. في حالة حبينا ثقوب صغيرة فاحنا كنختاروا أصغر حجم طبعا، شفتوا يعني كنحتاجوا الحجم اللي بحبينا، سواء عملنا هذا المسطح سواء من عملنا الشكل الآخر كيعطينا نفس النتيجة، غير هو هاد اللي مفتوح أو هاد اللي غارق كيعطي نتيجة أحسن، حيت هذا كيقطع بسرعة بمقارنة مع الأخرى اللي كتذوب. تقدروا تستعملوا الدائرة اللي حبيتو والحجم اللي بغيتو حسب الرغبة وحسب الحاجة. وبنكرر كنتمنى فيديو اليوم يكون كان مفيد، نتمنى نكون فدتكم ولو 1%. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.